زميلنا رائد عنده دفن ومضطر أن يغادر، له اقتراح يتفضل يلقيه ويغادر معذورا. اللي مات الله يرحمه في من يدفنه، أنا قاعد يا سيدي، أما أنا لا أستفز. ما بصير تستفزني باجي بترجاك تستفزني يا سيدي، هذا ما بصير. طلب قلت لك خلي زملائي. يا إخوان يا إخوان يعطيك العافية. يا إخوان يا إخوان مش قضيت عدوره. يا إخوان يا زملاء يا زملاء، للصبر حدود. أنا أتحمل من هذا الزميل ما أتحمله. أنا بعد مدة سأطلب منكم إحالته إلى لجنة السلوك. إذا بقي يستفز بهذه الطريقة، أنا احترمته، قال لي عندي دفن، قلت له قاعد أحكي، قال لي عندي دفن، قلت له سأعطيك بس اصبر عليه شوية، خلينا أعرف أمشي الدور ودوره متى. اسكت لا تحكي وأنا بحكي، لا تحكي لا تحكي وأنا بحكي، لا تحكي وأنا بحكي. أرجوك يا نضال، ما في نقاط نظام. سعادة النائب خالد أبو حسان، لك الدور.